شويه مع بعض اللي حصلت خلال الاسبوع. والحقيقه احنا شفنا فيديو نادر جدا. هنبدا بحاجه لايت قوي، حاجه لايت وحاجه طب جميله. طب نسيبهم يعرفوا اسم اللاعب الاول وبعد كده يشوفوا الفيديو ويخمنوا اللاعب. نشوف الفيديو. عرفتوا مين اللاعب ده؟ نخمن؟ ده اللاعب حسين الشحات. قبل حتى ما ينتقل للمقصة كان بيلعب في الشرقية للدخان. ده اللاعب اللي تمنه 80 مليون جنيه، عشان احنا بدأنا بعض الناس قلنا جاب 50 مليون من تمنه، فقالوا اوعى تكون انت كمان بتقول 150، لا احنا بنأكد 80 مليون جنيه حسين الشحات. ان شاء الله يكون في تألق، لكن بيثبت ان هو لعيب كبير من يومه. لا واضح ان حسين الشحات لسه عنده حاجات كتير كمان ومدكن. انت شفت رد الفعل بتاع المصور اصلا اللي بيصور من يا ابن اللعيبه؟ فلا هي ما شاء الله بجد حسين الشحات على الطريق الصحيح ومتفائلين. وانا عندي وجهه نظر يا اسامه ان فكره الرقم بتاع سعر اللاعب دي حاجه ما تفرقش ابدا، المهم اللاعب الغالي، اللاعب هو اللي اداك وقدرت تستفيد منه، واللي فعلا القيمة المادية ليه انعكست بقيمة فنية. ممكن تجيب لاعب بسعر كبير وما يديكش حاجة، ولاعب بسعر كبير وفعلا تاخد منه التأثير ده. فالقصة مش الرقم، وحسين الشحات كل مباراة بيخفض من اللي اتدفع فيه. هو مش كل مباراة، وحسين الشحات قلب الدنيا على السوشيال ميديا الأسبوع ده، واعتقد المبدع فكري محمد كان عامل حاجه كده. اعتقد يعني حسين وراه دعم كبير جدا من جماهير النادي الاهلي، واعتقد هيكون عند حسن ظنهم عشان يمشي زي ما بنقول على طريق محمد بركات ان شاء الله.